المنازل ونظاعات الجمهورية اليمنية. السادة المستمعون الأكارم، السلام عليكم. من هنا كل صباح يعلو صوت الجمهورية من إذاعة سيئون، الوسيلة الإعلامية والمنبر الوحيد الرسمي بوادي حضرموت، التي يصل صداها إلى كافة مناطق الوادي والمناطق المجاورة لها. تحظى الإذاعة بمتابعة واسعة نظرا لما تحتله من مكانة مرموقة لدى مستمعيها بمختلف توجهاتهم، وذلك من خلال تنوع برامجها التي تستهدف مختلف فئات المجتمع. مؤخرا احتفلت الإذاعة بالذكرى الثالثة بعد العقد الأربعين لانطلاقتها، التي تتزامن مع ذكرى ثورة سبتمبر، لتواصل مسيرة العطاء المتجدد. تمر الإذاعة منذ 3 سنوات بضائقة مالية، حيث تعمل دون ميزانية تشغيلية، ما دفع القائمون عليها إلى تقليص ساعات البث إلى 4 ساعات بدلاً من 7 ساعات. إذاعة سيئون تعتبر المنبر الوحيد بالنسبة لنا في وادي حضرموت، ومنذ انطلاقتها في عام 73 وإلى الآن وهي تقوم بدور تنويري في كثير من المجالات. حاليا طبعا تقليص ساعات البث واختصارها من 6 إلى 4 ساعات أثر كثير على الرسالة الإعلامية التي نود أن نقدمها. على الرغم من كل ذلك، حققت الإذاعة نجاحات عربية ومحلية كواحدة من أبرز الإذاعات المحلية على مستوى الجمهورية، لتكون مثلا للإذاعة الوطنية الرائدة. قد حققت إذاعة سيئون إيرادات متميزة على مستوى الإذاعات المحلية بالجمهورية اليمنية على مدى 8 سنوات متتالية أو أكثر. الوسيلة الإعلامية الوحيدة الآن في وادي حضرموت ما تزال تعمل، لكنها تعاني من إهمال واضح قد يعرضها لتفاقم مشاكلها. وعلى الرغم من كل ذلك، فهي تواصل رسالتها السامية بتكاتف منتسبيها، وكلهم أمل بأن يعود الزمن الجميل وتعود الإذاعة لمكانتها المرموقة. توقف الميزانية التشغيلية لإذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون منذ ديسمبر 2014 أثر سلبا على تقليص ساعات البث، فهي المنبر الوحيد لوادي حضرموت. حداد مساعد من إذاعة سيئون حضرموت.